بالنسبة للتبرع بلازما الدم، هذا اللي أعتبره واجب أخلاقي، واجب إنساني، واجب مقدس بالنسبة لي. حياك الله. بالمناسبة أنا وعائلتي تبرعنا، مو بس أنا. جيد. والحمد لله، يعني أنا تقريبا 13 يعني كيس أو إشافي، 13 مصاب ما شاء الله اللي تبرعته، وبنتي زهراء 8 تقريبا. بالنسبة للدعاء، للأسف وهذا في الشيء يعني حزننا وحزنها هي بالفعل، والله تبكي يعني أوتت الكانولة وما قدروا ياخذون من عندها، فقالوا لها على الأسبوع القادم إن شاء الله، فإن شاء الله الأيام الجاية هم تروح تتبرع. كابتن احنا كفخر، احنا كعائلة انه نعطي، وبنفس الوقت احنا هذا يعتبر لنا يعني شو نسميه، ثواب عند رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبلها من عندنا ان شاء الله.